مبروك لمصر كل ده اهو. ده في نفس التاريخ. أيوة. مبروك لمصر وادي الجمهوريه. ايوه الحاجات دي يعني نوادر وكنوز يا استاذ محمد. ورساله رسالة. حضرتك احتفظت بده يعني، يعني ازاي عملتوا المجهود ده يعني، ازاي يعني ده شغف ليك وللوالد وللجد. الله يخليك، انا كنت نفسي اتكلم في الحته. اتفضل. واشكرك. انا مجمع ابا عن جد، مش واحد وارث حاجه وبيجمعها عنده 500 جرنان و500 مجله 500 كتاب، لا. انا عندي تاريخ مصر السياسي والفني والاجتماعي والرياضي في 100 سنه. مش حاجه بجمع يعني، عندي اكتر من مكان بجمع فيه. وشغلتنا رساله. مش هي مهنه او بنكسب يعني، مش بنكسب من وراها كتير قد ما بنديها رساله للشباب اللي يقرا يعرف تاريخ بلده ايه. ما هو ده اللي ناقصنا، نعرف تاريخ بلدنا ايه، مش المعلومه ناخدها من على النت وهو طبعا. دي المعلومه. لا التاريخ مهم جدا عشان نعرف المستقبل والحاضر، لازم نعرف التاريخ. هو هنا مش بنتكلم عن الجيش المصري؟ هو طبعا هو دلوقتي لعيب كوره ما بتعرف او الناس كلها بتحييه بيحلموا بيه. لما فنان كبير يقعدوا عايشين معاه. مش الجندي المصري ده ليه دور مهم عظيم؟ طبعا ده هو الدور الاهم. هو لولا الجندي المصري ده ما كانش لا الفنان عارف يمثل ولا لعيب الكوره عارف ولا اي حد له اي معنى يعني. فهو اللي حرر لنا الارض وخلانا نبقى رافعين راسنا في وسط الامم. يبقى نديله حقه طبعا، ولا نجيب سيرته كده في كل سنه مره؟ لا طبعا.